السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي بعض المعلومات زي كده وعايز ارتبهم، خلينا نعمل سيلكت عليهم مثلا واقول له ان انا عايز ارتبهم من قلب هوم سورت، واقول له رتبهم لي مثلا من اعلى لاسفل. طيب رتبهم لي بقى العكس. طيب لو انا عايز ارتبهم حسب القيمة التانية مش القيمة الاولانية، هل ده ممكن؟ ممكن اجي هنا عند الاي زد واقول له ان انا رتبتهم حسب الفيلد 2، واقدر اتحكم في الفيلد 2 من خلال علامة السورت اوبشن، ان انا اقول له ارتبهم من خلال تابس او كوما او الاذر وهكذا. وبعد كده هقول له انا عايز ارتبهم من خلال الفيلد 2، واقول له مثلا رتبهم لي بالشكل دوت، فيبدأ يرتبهم لي فعلا بالشكل دوت. طيب عايز اعكس، هقول له اختار فيلد 2، هتلاقي ممكن تختار اذر هنا اهوت، فيترتبوا بالشكل دوت.